السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. اليوم غادي نوجد انا وياكم واحد الكونفيتور اللي كيجي زوين بزاف بالليمون والحامض. صراحه كيجي رائع بزاف وغير مكلف. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه. اذا المقادير اللي كتشوفوا معايا بحال هكا، راه بسيطه بزاف. هنايا عندي جوج ليمونات وحامضه انا خرجتهم من الفريكو قبل بواحد شويه وغسلتهم مزيان. وهنايا عندنا عويدات ديال القرفه، ممكن اللي ما كيبغيهاش يدير سكر دفاني. وهنايا عندي جوج كيسان ونص ديال السكر كيس العنبه، وعندي الماء. اذا غادي ناخذ هاد الليمون هذا هو والحامض، وغادي نحكوه هادي اللي كتكون رقيقه. بغيتو كنتو كان كيعجبكم قشوره الليمون في الكونفيتور غادي ديروا هادي، انا غادي ندير غير هادي اللي غادي نحك فيها. خليكم معايا باش تشوفوا التتمه ان شاء الله. صافي هنايا غادي نحيدو هادو، معليش وما حدو بارد. مشكله هو كيفاش غنديرو حتى نحكوه، هو بارد بزاف. ايوا معليش هكا باش كيجينا ساهل بارد بارد. ايوا معليش اذا هنايا بسم الله غادي ناخذ وغادي نبدا شي ما حدو كيكون متجمد دغيا كيتحك لينا، يعني من الافضل وكتبقى تخرجوه بواحد الوقيته اللي قبل ما هو راه بارد. كيفاش غادي تحكموا باش تشدوه؟ والله القسم الا بارد بارد بارد، ولكن معليش. اذا انا غادي نستمر حتى نحك الليمون والحامض اللي عندي، وهاد البذور هادو منين نحكو غادي نحيدوهم من هنا باش ما نخليهمش باش ما تجيناش المضره في الكونفيتور. اذا انا غادي نكمل ونتلاقاو ان شاء الله باش ما يجيناش الفيديو طويل. والله يعيننا على هذه البروده هذه. بحال اللي مزال دو صافي تحكو بغيت حاجه مازال ما تعليش. بحال مثلا هاد البودو هادو اللي تيكونوا ديال هذوك العضينات ديال الحامض او الليمون، فغادي نحيدوهم بحال هكا غادي نهزوهم ونحيدوهم باش ما يجيناش المضره في الكونفيتور. اذا انا غادي نكمل ونتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذه هي الكميه اللي حصلت عليها من ليمون او حامضه. ممكن تضيفوا، انا غادي نضيف الاخرى لانه هو ملي كيطيب راه كيقلال. لو بغيتوا كميه يعني تقريبا كيلو اللي غادي يخرج لينا. المهم انا غادي نستمر نكمل الليمون اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. ولكن فريمون الله يعين اللي غادي يحك، الله يعين لان بارد بزاف ما كتحكموش بيدينا، ولكن هذه هي الطريقه اللي غتكون سهله بزاف. ومثلا اللي بغي فيه شويه ديال الليمون اللي يجي هكا طريفات ممكن تقطعوه على هذا الشكل، انا غير نوريكم اللي بغى. باش كاين اللي كيبغي هكا دي ترونش ديال الليمون يجيو في الكونفيتور كما كنشوفوا كيتباع في المراكز التجاريه،
على هذا الشكل هذا اللي بغا يعني تتبقى مجرد اضافه او لا انكم تكملوه وتحكوه بحال هكاك فحتى هكا كيجي زوين اللي بغا الحبيبات ديال الليمون يجيو باينين صافي هنايا من بعد ما كملت الكميه فغادي نجيو غادي نحيدوا هاد البذور هادو اللي كتشوفوهم ديال راح نستعمل فورشيط باش نجبد بها ناخذ هاد البذور هادو باش ما يحروش لينا الكونفيتور وممكن واحد الطريقه انكم تشدوه بحال هكا وتحطوا فيه السكر وتخليوه واحد ساعتين ولا ثلاثه حتى يشرب داك السكر وطيبوه وثاني كيبقى لكم نتوما اللي داز مشتاش كيبقى لكم نتوما الا بغيتوا دغيا تزربوا عليه صافي تقريبا مابقاش بانت ليا شي حاجه بعد ما كتنقيوه من هذوك البذور اللي تتكون فيه فصافي انا غادي ناخذ صرونه باش ننزلو هاد الكمية كاملة اللي كاينة بقا فينا صافي غادي نضيف دوك العويدات ديال القرفة كيما قلت كيبقاو اختياريين السكر كذلك بغيتو تزيدو أولا نقصو وغادي نديرو الماء تقريبا يكون قد الماء قد السكر بحال هكا ملي تشوفو تغطى صافي دابا انا غادي نحطو فوق العافيه على نار متوسطه مع التحراك غنبقاو نحركو وهاد التكتلات هذه ما غاديش تبقى لان غير الليمون مازال جامد ان فوا غادي تدخلوا الحراره صافي ما غاديش تبقى كيف ما قلت النار متوسطه ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش عاليه بزاف منخفضه بزاف ولا مشات لكم شي حاجه البذور ومني غادي ديروا بحال هكا غير غادي يذوبوا ويطلعوا لكم ممكن حتى تحيدوه باش ملي كنحكوه كيجي شويه صعيب اننا نحيدوه لان كيكون متلج وكثير فما تنشوفوش صافي هو كيف ما كتشوفوا دوك الكوتر بدات كتحيد بحال هنا بانت ليا هاد البذور هادي ملي غادي يبدا يسخن معاكم راه غادي يبداو يطلعوا لكم دوك البذور اللي ما شفناش قبيلات غادي تحيدوهم ان شاء الله كيف ما سبق وذكرت الا بغيتو يجيكم
القشور ديال الحامض والليمون باينين، ممكن انكم تحكوا في الحكاكه الغليظه، اولا ممكن ديروا بحال هكا وفي الاخير ترميو معاه كيف ما غادي ندير انا. غادي ترميو معاه واحد شويه ديال داك القطع اللي رمينا، حتى هما صراحه كيجيو زوينين، كيجي تماما بحال هذاك اللي كنشريو من لي سوبر مارشي الكبار، كنلقاو في مرجان او في كارفور راه كاين. صباح انا اصلا غير شفت واحد كونفيتور ديال تركيا فيه نيت هذوك الطريفات ديال الليمون هكا باينين. صافي انا غادي نبقى مره نحركو وتبقاو تشوفوا معايا حتى النهايه ان شاء الله. كيما هنايا درت هذوك المفرص ديال الليمون اللي جاكم فيه كونفيتور، ما عليكم الا شفتو بحال هكا كيف ما كتشوفوا ها هو بدا غادي يبدا بحال يشوف المافين كان فين وصل، غيبدا غادي يبقى غادي ويختار. صافي وعلى نار متوسطه كتبقاو مره تحركوه وتخليوه مازال، يعني تقريبا غادي ياخذ معنا واحد 50 حتى 60 دقيقه. ملي تشوفوه بدا كيدير تحاولوا تحيدوا هاد الكشكوشه اللي كتكون بحال هكا صفراء باش ما يخسرش لكم لا كونفيتور دغيا، يعني يبقى معكم واحد المده طويله بحال هكا. الكشكوشه هادي كما بانت لكم تحيدوها. صافي حتى كنتخلصوا منها صافي هنايا كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيختار صافي. ومن بعد نتوما كتحكموا في الختوريه ديال الكونفيتور، واش بغيتوه يكون ثقيل بزاف واش بغيتوه يكون خفيف، يعني لكم الاختيار. هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله كان الماء هنا ولا هنا. صافي دابا راه على وشك، انا ما كيعجبني صراحه الكونفيتور ثقيل بزاف، فمن بعد شويه نحس به زاد ثقال واحد شويه لانه هو غير تيبرد راه كيزيد عاوتاني ثقال. ما كتشوفوا معايا صافي غادي نزيدو شويه وتشوفوا معايا النتيجه ان شاء الله. وعرفتو بهاد العويدات ديال القرفه راه عرفتي راه جات فيه واحد المذاق جا غزال بزاف. ممكن تستعينوا بالسكر ديال الفاني، ولكن راه صراحه الليمون كيتواتى بزاف مع القرفه، جات فيه واحد جا فيها واحد لوغو خفيف ماشي ثقيل بزاف، وممكن انكم غير تضيفوها تحسوا بداك لوغو طلق لكم في الكونفيتور وتحيدوه. بصراحه جات تبارك الله جا غزال سيرتو مع هاد العويدات ديال القرفه امبيكابل. صافي هنايا غادي نبقى نزيدو غير شويه مكشر بدا كيختار صافي، ومن بعد غادي نحيدو حتى غادي يبرد واحد القرعه اللي غادي تكون معقمه ونديرو فيها ان شاء الله وتحطوه في الثلاجه الا كنتو غادي تستعملوه يوميا. ما كنتوش غتستعملوا مثلا درتوا واحد جوج قراعي واحد القرعه غادي ديروها في الكوكوط وغتسدوا عليها وغتعقموها معقمه ديك القرعه وغتزيدوا ديروها في الكوكوط واحد ربع ساعه وتحيدوها وتخليوها، راه ممكن تبقى معكم حتى 3 شهور. صافي انا هنايا الكونفيتور ديالي راه وجد، هذا هو القياس اللي بغيت انا كيف ما كتشوفوا معايا
طفيت عليه دابا غادي نخليه حتى يبرد، راه غادي يزيد يختار كما كتشوفوا. صافي هذا هو القياس، وغادي نخليه يبرد ان شاء الله وديك الساعه نطلق. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال الكونفيتور، انا مازال خليته شويه جاري، نورمالمون الا ثقلتوه راه غادي يجي ناشف اكثر من هكا. كيف ما كتشوفوا راه كيجي معلك، كيجي خاطر وصراحه بنين 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 ما تصوروش. وهاد العود ديال القرفه راه كيطلقوا واحد المذاق ما نعاودش ليكم، راه تيتفتى بزاف مع الليمون كيف ما كتشوفوا معايا. النتيجه جات زوينه، ما تقلق ما حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا. وانتم كتحكموا في هذا القوام، بغيتوا بهذا القوام هذا سي بون، بغيتوا مثلا تقل من هكا ممكن، ولكن انا كنظن هكا راه مزيان، يعني هكا مزيان وعلى الاقل كنصايبوا شي حاجه اللي كنعرفوا راسنا كناكلوها وكنعطيوها لوليداتنا. اذا نخليكم معايا، انا غادي نديرو في واحد القرعه ونحتفظ به. اي فوالا، هذه هي الكميه اللي حصلت عليها من الكونفيتور، تبارك الله راه كميه مزيانه بالمقارنه مع شحال استعملت ديال الليمون وديال الحامض. صراحه كنتمنى انكم تجربوا لانه فعلا لذيذ ورخيص، واهم حاجه انه نقي وكناكلوا شي حاجه اللي كنعرفوا باش مصايبينها. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون خفيف ظريف عليكم، وما تنسوناش من لايك ومن الاشتراك في القناه، وشكرا.